السيدات والسادة، مساء الخير. في تاريخ المسرح المصري أسماء خالدة ورواد حققوا إنجازات عظيمة وضعت مصر في مقدمة الدول الرائدة في هذا الفن الجميل. فمن تراجيديا جورج أبيض ويوسف بيوهبي وعزيز عيد وفاطمة يوسف إلى كوميديا الريحاني وأوبريتات سيد درويش الموسيقية، قفز المسرح المصري خطوات كبيرة في التطور والحداثة حتى ظهرت فرقة رضا في أواخر الستينيات لتؤسس لأول مرة من خلال الأوبريت الراقص أول مسرح للرقص الشعبي والفولكلوري في مصر. في حديثنا اليوم من مصر نتناول واحدة من أهم التجارب المصرية في مجال المسرح التعبيري الموسيقي الراقص، تجربة مهمة وممتدة عبر 30 عاماً أسسها وقادها ضيفنا اليوم ليكمل بها مشوار رواد كبار في هذا المجال بأنواعه، ومنهم محمود وعلي رضا في الفولكلور والرقص الشعبي وعبد المنعم كامل في فن الباليه. حديثنا اليوم عن فن مصري أصوله متوارثة عن أجدادنا المصريين القدماء، عن الرقص المسرحي المصري الحديث وفرقته الرائدة التي نحتفل بالذكرى 30 لإنشائها هذه الأيام. أهلا بكم.